رئيس الجمهورية عنده 5 شهور يحكم، وقدم يوم 13 ديسمبر الجاري خريطة الطريق، وكانت مطلب الداخل وكانت مطلبكم تسقيف زمني وخريطة الطريق، مطلب حركة النهضة كانت تطالب بخريطة الطريق وتسقيف زمني للإجراءات الاستثنائية، وأيضا مطلب دولي. هو كان مطلب دولي. عمرنا ما طلبنا بتسقيف الزمن، نحن طلبنا بوضع حد للإجراءات الاستثنائية أولا، وطلبنا بحماية تونس من الإفلاس، لأنه بلادنا مهدب الإفلاس. تعرف معناها بلاد مهدب الإفلاس؟ معناها بلاد مهدب باش القوي ياكل الضعيف، بلاد مهدب باش يولي حوت ياكل حوت وقليل الجهد يموت، معناها بلاد مهدب بالحرب الأهلية، معناها بناد مهدب بالخراب، معناها كل ما بنيناه مش يضيع، كل ما بنيناه مش يضيع. هو فاش تحسنت لو ضاع؟ فاش تحسنت؟ تو نشوف ولادنا نحن اليوم في ايطاليا، ناس قاعدة تنتحر، وين الدولة التونسية؟ دافعت على ولادها؟ مش تونسي اللي هرب من البحر وانتحر في ايطاليا؟ مو تونسي، وين الحلول؟ ثم يا سيدي نحن مشكلتنا هو في التسقيف الزمني، يقول نحن مشكلتنا نقود البلاد الساعة مما ودا فيه. عمرك سمعت قيس سعيد يحكي في المالية وفي الاقتصاد؟ حكي نهار على غلاء الأسعار، مشي نهار حل فريقه برش كلو. يعني وبعد مشي يروح ولذلك الحديد، الحديد اللي مشاله وقالوا هذا حديد بن عروس بتاع جماعة البحيري موكا. البار بتاع الحديد اللي يخسبه هو 29، معناها الترناتا كان يخسبه ب 29 دينار. وبار الحديد كان وقته ب 29 دينار اللي وصل فات 39. قال البحيري مش موجود، موجود النهضة مش موجود. اليوم التضخم وصل مستويات 6.4 رهيبة وعجيبة، عمرنا ما وصلنا لها. اليوم التنمية يا سي عامر ولا حرام راهو، يا التنمية التي لم تخلو منها قرية ولا دوار ولا نشر لا في الجبل ولا في الواد بنسبة 40% 50% 10 20 30، انتهت. ثم حديث على ميزان التنمية، حتى بعض المشاريع اللي قاعدة تنجز الآن في بعض البلديات تنجز من خلال المشاريع التي تم برمجتها في وقت معناها حكومة معناها الحكومة السابقة. اليوم هن ولينا نحكوا على رفع الدعم، على تحدثنا رفع الدعم وقت العشر سنين اللي فات، نحن ثم شكون كان يتحدث رفع الدعم؟ تعرف من رفع الدعم؟ رفع الدعم معناها الحكم بالإعدام على مجموعة على عدد كبير من المئات الالاف اذا كان مش مليم التوانسه، قالوا مش قادرين باش ياخذوا خبز ب 300 مليم. اي سي نوردين مش بالضروره يكونوا عبثيين. اليوم الرئيس قام بحاجات ايجابيه، قام اليوم هاش نقول لك اليوم اعلن على خريطه الطريق. شنو موقفكم من خريطه الحبس؟ لا خلينا من هذه، شنو موقفكم انتم من خريطه الطريق التي اعلن عنها رئيس الجمهوريه؟ تونس مش في حاجه لخريطه الطريق، وتونس مش في حاجه لتأبيد الاستثناء وتحويله الى أنا حاجة مبدأ. تونس في حاجة إلى قرار فوري بالعودة عن الإجراءات الاستثنائية. تونس في حاجة إلى قرار فوري بإنهاء حالة الاستثناء والعودة للديمقراطية والعودة للدستور. زوز أسباب. السبب الأول لأنه بهذا فقط تستقر الأوضاع في البلاد وترجع الطمأنينة للتوانسة رجال أعمال ومستثمرين وخدامة وبطالة وغيره، وبهذا فقط تضمن تونس الدعم الدولي المالي والاقتصادي وغيره. من غير هدايا، من غير هدايا، سقف عام، سقف 8 شهور العمل اللي تحب، تونس ماشية للتحارب كما هو قاعد يدعو. خطاب العنف وخطاب التقسيم وخطاب التمييز وخطاب التحريض مازال مستمر، ونحن في حاجة باش ننهيو الشيء هذايا. محاولات وضع اليد على القضاء مازالت مستمرة، محاولة معناها اغلاق، موصلة اغلاق معناها مجلس نواب الشعب المنتخب كيفو كيفو بمعناها قوة معناها العسكر مازالت مستمرة. مادام مش الاوضاع هذه مازالت مستمرة، مادام ما ثم حتى امل في انجاز حتى حاجة، وخاصة وخاصة على المستوى الاقتصادي والمالي، وقد تبين بالدليل الكاشف من خلال مشروع الميزانية. هاو تنشر اليوم مشروع الميزانية، هاو تنشر اليوم اتعز ميزانية في تاريخ تونس. ميزانية ما عندها حتى شيء إلا أن تمتص دماء الناس. ميزانية ما عندها حتى شيء إلا أنه تنهب أموال الناس. ميزانية ما حتى شيء إلا أنه تزيد الفقراء فقرا وتجد المفلسين إفلاسا وكذا. شو الفيه؟ شو الفيه؟ زعم بهضايا كي نسقف نقولوا راه مش نعملوا في الفاتح، من الفاتح سماه هو في الفاتح من جانفي مش نعملوا كذا. أنا سيء تقول بارح في فاكس
دخلوا 1300 واحد 13000 وقفوا تيفاكس يحب يعمل هو استشاره وطنيه بال 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 ما اعرفش يعني. انت تعتقد انه الرئيس قيس سعيد نجم يكون هو جزء من الحل في المستقبل، والا بالنسبه لك متوما قيس سعيد ورقه واغلقت وقوس واغلق؟ كل رهين موقفه مما يحصل الان في تونس، وكل رهين قدرته على الاستماع للناس وعلى منها التبصر وتغليب المسحة الوطنية. قيس سعيد الحل الوحيد بالنسبة لي وبالنسبة لنا هو أن يتراجع عن الإجراءات الاستثنائية التي أقرها منذ يوم 25 جويلية. غير هذا ما ثم حل قدام البلاد وقدام توانسة وقدام كل القوى السياسية، ونحن جزء منها، لانا في مقدمتها ولانا في مؤخرتها، نحن جزء منها ومعنا حتى رغبه ولا مصلحه في ان نكون اوصي عليهم. مناش اوصي عليهم، مناش اتقى الناس ولا انقى الناس ولا خير ناس، نحن كيما الناس فينا وفينا 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 وفينا، معنا حتى حل الا ان نكثف الجهود ونوحد الجهود ونتماسك مع بعضنا ونتعالى على خلافاتنا ونتعالى على مشاكلنا ونتعالى على معناها خلفياتنا الديولوجيه والسياسيه والحزبيه، ونواصل النضال من اجل انهاء هذه الحاله الشاذه في تاريخ تونس اللي وصلت تعتبر انه يوم 14 جانفي المجيد، واللي كنا برشا فينا كنا مساهمين فيه، يوم 14 جانفي المجيد اللي واجهت فيه معناها شباب تونس ورجال تونس ونساء تونس وقطاعات كبيره من 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 تونس محامين وغيرهم، واجهوا فيه معناها استبداد واسقطوا معناها نظام مستبد من اعتى الانظمه المستبده في العالم. اعتبرها ايش اعتبرها هو؟ متهمرون خونة. هو اعتبر 14 جانفي اجهاض للانفجار التاريخي. معناها ولاد خيانة 14 جانفي. في 25 جيل عملنا انقلاب اللي هو عيد الجمهورية، و 14 جانفي ولاد خيانة. وفي محاولة معناها للمغالطة هاو 17 ديسمبر، نعم 17 ديسمبر عيد وطني. وثمانية جانفي في القصرين عيد وطني زاد، واربعة جانفي عيد وطني.